في المركز الثاني. مع بداية العد التنازلي للبطولة المحترفة، ستشهد المرحلة 29 صراعا محتدما بين فرق أسفل الترتيب، حيث سيكون فريق أولمبي شلف مطالبا بالفوز أمام شباب بلوزداد لأجل الوصول للنقطة 36، وفي حال الخسارة سيضطر للفوز في آخر الجولة أمام اتحاد بسكرة. أبناء العقيبة يدركون أهمية الفوز بنقاط بسكرة لأجل اللعب على مركز الوصافة ومواصلة المنافسة بينهم وبين السياسي لآخر الجولة. النادي الرياضي القسنطيني بدوره يتنقل للعاصمة لمواجهة نجم بن عكنون باحثا عن النقاط الثلاث التي تؤمن له التنافس على وصافة البطولة ومواصلة اللعب لآخر الجولة في حال تعادل في النقاط مع شباب بلوزداد. النجم الساعي لتفادي السقوط يحتاج للوصول للنقطة 35، ومنه لعب نهائي آخر أمام مولودية البيض، في حال الخسارة سيغادر رسميا الرابطة الأولى. مولودية البيض الذي يتنقل لوهران لمواجهة أبناء الحمري في مباراة وصفها متتبعون بالنهائي، والذي سيحدد بنسبة كبيرة هوية النادي الذي سيرافق واتسوف للقسم الثاني. المولودية الوهرانية تريد أن تجعل من آخر جولة مباراة احتفالية أمام البطل مولودية الجزائر، ويكفيه التعادل لضمان البقاء. جولة ما قبل الختام ستغلب عليها الحسابات المعقدة، وتجتمع فيها الأهداف المشتركة للفرق الباحثة عن وصفة الترتيب العام والفرق التي تلعب بقاءها في حاضرة النخبة.